لا غيد والحلاق من لا غيد كل شيء لا غيد مرحبا غير ميد ناس كدان دائما وكالعادة طاقم المسعف المسعف نجوى والمسعف مراد في مزاولة لعلاج وتشخيص بعض الضحايا بمساعدة أحد من أهل هذه الزوار الذي خصص لنا مكان لتشخيص وعلاجة المصابين. ما يفولكين ولا ما ديش انا كنا غادا اني غا مولنا يعني حتى احتم بنادم اللي يخدم في سبيل الله وضرب ربي تبارك وتعالى كنا حتى في صاحب ربي ولا نهني اللي مورات الكل ولا ماشي غدرنا الشهر هاتنا غا العراق هاتنا في تركيا هاتي كل شيء اللي يتوي كنا كنا الحمد لله ما كياك لاباس اصاحبي كي الحرام طيب اليوم غا كاين اللي غا استسعد باش ما يجيش يا واحد المشكلة ربي الحمد لله يم خمتي بما ديال خلال سي غير برا كنت يعاون كنا كل الشغل هنا دميد نادا في بلان كازا سكر المعاونة يا هي وعيت ما زيرت نيدات كان سكر المعاونة يا ورا مار غير تخبل تاني كان فالما نزامة سيدا أجل زينت بلاد كيرا سكو صغير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بالخير امين 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 امين